معنا الأخ حسن بدرني طبعا ضابط الأمن والأمان في الصرافي. تحكينا يعني عن حادث طرق بلطف من الله سبحانه وتعالى لم تقع إصابات، ولكن الحادث بحد ذاته حادث صعب جدا نتيجة طبعا انحدار شديد جدا في هذا الحي. طبعا الشارع طلوع وقاسي والطقس كان شتاء كثير، لهذا السبب صار تزحلق السيارة، والحمد لله انه ما كانش اولاد، ما كانش حدا بالشارع، والسيارة وقفت هنا، نحمد ربنا انه ما صارش اشي. الشوفير السائق طبعا كان عنده اصابات خفيفة، رضوض، خذوه على المستشفى. الحارة طبعا هنا بتطالب انه يقيموا السيارة باسرع وقت لانه في كثير سكان لفوق. الحمد لله بنحمد ربنا انه ما صارش شيء. شكرا لك، بارك الله فيك. معنا الحج ابو شادي. طبعا حج تحكي لنا يعني اول شيء، انتم ساكنين هنا في هذا الحي، حي انحدار شديد جدا، اهل الحارة هنا كلياتهم انحبسوا نتيجة انسداد الشارع، الكهرباء انقطعت. نشار وين الحادث صار بالليل، سمعت صوت انفجار هائل، طلعت أركض حافل قدمين، فكرت بإشي أخطر، أما الحمد لله لطفا من الله إني شفت الوضع هيك في هاي الصورة اللي إحنا شايفينها. هذا الشارع خطير جدا، من أخطر الشوارع في عرابي. على الفور قمت باتصال بشركة الكهرباء، وقفت عند الكابل لا حدا يصيبه من الأطفال، وأجوا الجيران وساعدونا حتى وصلت شركة الكهرباء وقامت باللازم. السيارة ما هن غادرين، جابوا خبرة بالليل لحد الساعة 12 بالليل ما حدا غادر، لهاي الساعات الصباح اللي الطريق محجوز لفوق بالمرة، كل سكان الحي حطوا سيارات هنا عنا ومشيوا بالأقدام وتركوا السيارات. يعني منعود ومنكرر انه لطفا من الله ما صارت كارثة اللي ما بهذا الوضع اللي موجود هون، سيارة بهذا الوزن اللي هي عشرات الأطنان، بس حكمة الله ولطفه بالناس اللي مناح. طبعا انت كعضو مجلس محلي لابد لانه تدرسوا الامر وتشوفوا شو في امكانيه انه تساهموا من اجل يعني تسهيل الامر في الطلعه وفي النزله. في الحقيقه قبل ما اكون عضو مجلس توجهت لكل الرؤساء السابقين والحاليين، بيعرفوا بخطوره هذا الشارع، وانا بعدد اكثر من 15 حادث طرق صار في هاي في هذا الشارع الخطير جدا، وكل الكل بيعرف يعني، حتى الرؤساء اللي كانوا هن جيران للمحل وبيعرفوا وضعه، اما
ما بقدر إنسان غير المطالبة. وأنا بفكر إنه يجيبوا المسؤولين من الداخلية وشوفوا هذا الشارع ويأخذوا ميزانية له ويعملوا ما أكثر من هيك حتى لا تصير كارثة. يعني لا سمح الله أقسى، يعني هاي يمكن الحادثة 15 اللي أنا بشوفها بعيني من ما سكنت من هون بأواسط التسعينات. شكرا لك شكرا.